يا لهوي في ايه سعاده البيئة؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيئة. انا عايز ايه؟ انا مش عايزه فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيئة. يا لهوي يا لهوي سعاده البيئة يا لهوي يا لهوي. يا ودان بنتي يا ودان يا ودان يا ودان الحقيني. خير يا سناء؟ فيه الحقيني يا اختي الحقيني. بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وطي صوتك المنيله هيطردوني من العماره. تعالي تعالي قولي لي في ايه. الاستاذ ممدوح يا ودان الاستاذ ممدوح ماله؟ موته يا ودان موته موته. يا لهوي نامي يا بنت نامي. ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي لقيته بيمد ايده عليا قمت زقاه قام وقع على دماغه يا اختي ما حطش منطق. وجرى ايه؟ ما اعرفش. من عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني. بس انا سايباه ما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعال التليفون يا اخويا. استر يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه الست موجوده؟ لا مش موجوده خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء سناء مش هنا. انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا ايه يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. انت طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطية مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله انا مش بوستك ولا البوسة ما عجبكيش ما عجبكيش نهاد. اي حاجة منك بتبقى حلو بس فكر. الله فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. ايه وليا دي يا اخويا؟ شايفني واقفة لك لبسة لك عباية سودة ولا واقفة لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفة في طابور العيش مش بني آدمة برضه. بس انت بقى أحلى من 30 واحدة من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحباية يا عطية. هو ده اللي انت ناسيه. لا أنا مش ناسيه. أنا نفسي أبطل وأنا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي إن ما فيهوش إدمان ولا حاجة؟ يا خراب ده أبو الإدمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا القطين اللي الناس عماله تشرب؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. اخ دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده. هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي. مفيش منه النسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. اه عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحراميه. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوه قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شويه شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوبايه شاي. تعال فين؟
ادي يا سردينة. ايوه اعمل شويه شاي لابويا. حاضر لما يخلص بروح على البيت. عيني انت يا تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟ هو فين بيت الكلب ده؟ خلاص يابا خلاص يا عم خميس اعصابك. هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه بقى يا العبيط. كده بقى يا بنت خلاص بقى بيده بقى اتكل على الله ولمها. ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف بس انا ما غلطتش. الشريفه يعني شريفه غصب عنك وعنك. هو فين يا بنت؟ انا هخلط عشان ابوك. بنتي برقبه عينك كلهم. اوعى اوعى فخم بنتي. واللي هسمعه اقولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمره. خلاص يا بقى غار. يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. جايبالي الكلام يا بنت الكلب يا واطيه. ما خلاص بقى يا والله. ايه يا غنوش؟ في الرايحه والجايه العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غرزه راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى ياما هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك. استنى عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس كتكنيره. وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسنينها. انت بتقولي يا حاجه؟ دي اختي. ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله. اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد. تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطاريه اللي قبله. يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه. والله بتفكريني بالمرحوم امي. ربنا يديكي طول العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه، عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه. ان كان ولا بد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، أنا هعمل الشاي. العربية تعبانة أوي يا أبلة ليلى. إن وأنت بس إنك تغيريها وأنا أجيب لك عربية صاحية وهتدفعي واحدة واحدة. لما أفكر هبقى أقول لك. أنت بنت حلال يا أبلة ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. إنما أنت ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي يا أبلة ليلى؟ نصيب يا أستاذ سعيد. كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب. لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تخصميش عليها الا الجواز. لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين يا ابله ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي. لا ده انت زي الفل. ده انت في عزك. في عزك. اه والله العظيم يا قبله ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب قوم انا بقى دوشتكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى. احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصه ايه دي بس يا رب؟ ناقصه ايه؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك يا ابو ليلى.